بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي إلى قناة صمم رودري لتعليم الويلكم للمبتدئين. إذا تستطيعون أن تتصفحوا قناتنا على اليوتيوب، وهي قناة مختصة في تعليم برنامج الويلكم للمبتدئين. إذا هناك دروس كثيرة عن هذا البرنامج، وفيه بعض الفيديوهات عن الطرز على الماكينة، ولو أنها قليلة إن شاء الله سوف أقوم بتصوير فيديوهات عن كيفية تشغيل ماكينة الطريز أو عملية الصيانة إن شاء الله قريبا. إذا اليوم سوف أقدم لكم درس عن كيفية تحضير رشمة مصممة على الويلكوم وتفحصها ووضعها في الذاكرة الخارجية، ترانسفيري دون لا كلي يو اس بي او دون ان فلاش ديسك pour faire travailler ce motif ou faire ce motif sur une machine de broderie. Et then, لكي نقوم بعملية وضع الرشمة في الذاكرة الخارجية ووضعها على الماكينة وكيفية عمل تطريز الرشمة إن شاء الله. إذا نذهب إلى برنامج الويلكوم. هنا هذا هو البرنامج، وهذه رشمة أنجزتها للأغطية أو لدراء كما تلاحظون. سوف نذهب إلى عندما نقوم بإنجاز رشمة قبل وضعها في الفلاش ديسك وبعد تفحصها وتصحيح الأخطاء الموجودة فيها، وكذلك الأمر المهم إنقاص عدد القصات كما تلاحظون. هنا انقصت القصات، وهنا عندي اثنان وعندي اثنان هنا، إذن ليس بكثير. وهذه الرشمة بلون واحد. تستطيعون أن تذهبون إلى ديسان دو برودري بروبريتي دي ديسان، ثم تلاحظون الخصائص الموجودة في هذه الرشمة. هنا لكولر دو، لأن حسب قام بحساب لون هذا لون الإطار أو الإحاطة، سوف أضعه بلون نفس الرشمة وسيرجع واحد. لزاري واحد، لكوب هذه القصات أربعة. إذا الحمد لله ليس بالكثير، وإن شاء الله سوف يقوم بإراحة الماكينة. إذا إخواني أخواتي، تتابعوا معي هذا الدرس إلى نهايته، سوف تستفيدون إن شاء الله كما ترون. إذا قبل عملية الرشم، عملية الطرز، إذا نستطيع أن نقوم بفحص هذه الرشمة. أضغط على حرف T ثم أذهب إلى هنا إلى هذه الخاصية أو الأداة، ثم نقوم بتتبع خطوات سيران الإبرة أو عملية الطرز كما تكون على الماكينة. نذهب إلى هنا لكي نقوم بعملية تمرير الإبرة. إذا أضغط على هنا 100 لكي أسرع. إذا الآن أعود إلى الوراء، كما تلاحظون سيبدأ بالإحاطة، يذهب إلى الإحاطة. عندما ينتهي من الإحاطة إذا هنا يبدأ بطرز خط الإحاطة، ثم يذهب إلى الرشمة. إذا كما تلاحظون يبدأ من هذه النقطة، وحتى سيران خط الطرز لا يتعب الماكينة إن شاء الله كما تلاحظون.
عفوا. هذا هو مسار الإبرة التي تقوم بعملية الطرز. إذا انتقل إلى هذه الحافة، إذا هنا إلى النهاية، ثم قص، ثم يرجع إلى هنا كما تلاحظون مسار الإبرة. إذا هنا الرشمة قد جربناها وهي جيدة لحد الآن. إذا سوف أشرح لكم كيفية عملية حفظ هذه الرشمة بالنسبة للصيغ المختلفة. إذا أنا على برنامج الويلكوم 4.2 كما تلاحظون. إذا في هذا البرنامج أو نقوم بعملية الحفظ بطريقة مختلفة عن الأودو، حيث بالأودو نذهب إلى فيشيي أونريجستري سو ثم نختار الصيغة، ولكن هنا نذهب إلى إكسبورتي فيشيي ماشين. عندما نذهب إلى إكسبورتي فيشيي ماشين نختار الصيغة تيب أو الصيغة هنا، كما في أنا أريد أن أحفظ نقوم بحفظها بصيغة الدي اس تي. هذه الدي اس تي، أبحث عن الدي اس تي ثم أقوم بحفظها وأعطي اسم للرشمة ثم أضغط على أونريجستري أو الحفظ. وبالنسبة للذين يمتلكون الماكينات الصغيرة كمثلا البروزر فيتروا يغيرون الصيغة إلى البي او اس. البي او اس هي هنا بروزر كما تلاحظون، بروزر بوان بي او اس كما تلاحظون الصيغة هنا، ثم يقومون بعملية الحفظ. إذا عندما تقومون بعملية الحفظ في الذاكرة الخارجية سوف تأخذون الذاكرة الخارجية إلى الماكينة وتظهرون الرشمة وتبدأون بعملية الطرز. إذا أنا سوف أنتقل إلى الماكينة إن شاء الله وتتبعوا معي كيفية طرز هذه الرشمة على الماكينة.